عام زايد عام الخير، تنطلق القمة الأولى وهي القمة العالمية للتسامح من أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذه الفترة الحقيقة وعلى مدى اليومين سنشهد في هذه الفعالية تحت رعاية سامية من سيد صاحب السمو الشيخ محمد الراشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي ينطوي معهد التسامح الدولي تحت إحدى المبادرات التي تعتبر من أكبر المبادرات على مستوى العالم، وهي مبادرات محمد بن راشد العالمية. وإذ تنطلق هذه الدورة الأولى في هذه القمة العالمية دليل على أننا في هذه الفترة نعيش هذه الأحداث مع اليوم العالمي للتسامح، وتبقى هذه الرسالة موجهة للجميع من أرض دولة الإمارات المتحدة.